نوينا نقرأ مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إسلامنا وأسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون، الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة إلى حضرة حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ثم إلى حضرة أولياء الله الكرام، ثم إلى حضرة الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادة آل أبي علوي، ثم إلى حضرة القطب الإرشاد وغوص العبة والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم، ثم إلى حضرة الإمام صاحب الرد الكبرى وأصولهم الحبيب طه بن يحيى وأصولهم وفروعهم، ثم إلى حضرة أولياء الله الكرام من صاحب المولد سمت الدرار صاحب الحول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى حضرة أولياء الله الكرام في هذه الولاية وفي هذه القرية كواور وفي هذه البلدة إندونيسيا، قدس الله سرهم ونور ضريحهم، ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا وجماعتنا، قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرماتهم أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا
ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وانصره وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك السلام
السلام عليك السلام عليك السلام الله سيدنا الأنبياء السلام عليك أزقى الأزكياء السلام عليك زايد السلام عليك السلام عليك المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا خير الأنام المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهلا تقبلني يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهلا مقبري يا نبي جوهيك تسهق يا رسول الله وهلا شفاعة ما يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. عاد مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه بسط لهم من فيض المنة ما جرس به في أقداره الكسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيور. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجل الحق في عالم قدسه الواسع تجل ينقضى بالنشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه وفضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى يعز الطيور في مجد الأنس بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. وهو بوفوك علم ما قد رأى انصرفا في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وسه اللسان ويحار في دنك معاني
نشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشر أسماء آياتها في الذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تسجد بها في الصدور من الإيمان قائده وتنوب على أهل اليقين من سر ذلك العدعان والتصديق شوائد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا الأبد الصادق في كونه وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه وسلم يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلى الله عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بإناية الله في خصبه وعلى آله وصحبه الذين ارتكوا صحوة المجد بقربه صلى الله عليه ويضيعوا ظلال شرف أصله بوده وحبه ما أفطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل من حج وزار وزار جنابك رسول الله حبيب وجبت يا نبي وجبت
وجبا وجبا شفعت علي بعت علي زار شفيع ثم البكي زار شفيع ثم البكي يا ليتنا حضر رضيع يا ليتنا حضر رفيع لأرض الحرم أرض الحرم أرض الحرم أبسل يا يا نبينا الهادي العدناني يسر
نور الأكوان وعد فلي قرآني علي قرآني لما أتى في القرآن لما أتى في القرآن بظهور أسرار هدسيس للبشر الكريم بالتكذيب والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنكل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب الظمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنكل في بروجه ليتشرف به مسجد استقراره وموضع خروجه صلى الله وقد غدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصص به من خصصه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا غير الأفكار ظهوره وبهر فتعلق سمة الراكب لهذه الغروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الرسل لا تفي بأشر بأشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويحا للمدلكين بهذا النار المبين صلى الله عليه فعنا تقرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن نزلني إلى تدوين ما حفظه من شعر أشراف المخلوقين صلى الله عليه وأبرم الله به في مورده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت سرايته في الكون مشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه يا التعلق بهذه الهجرة الكريمة ولا إجو تشوق إلى سماء أوصافها العظيمة صلى الله عليه ولعل الله
ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحاني بروخ ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلام أن يخط ما هرجس فيه الأنامل ما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وأناس أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في يداك الأسماء والأبصار. قد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شيء لقوه هو النور المهدأ في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقالب صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما قال كنت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية هام لهضة خفية اقتصت ما شاءت من البنية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودأت سادة النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمه الذي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. تلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فمؤشاها بمعونة الله محافظة على هك هذه الضرة وصونها صلى الله عليه. فهملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلنا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى ألم الشهادة لتنبسط على هذا الألم خيوط الفضل وتنتشر فيه آثار مجدي صميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموضوع لقصيده درة المجنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسمي ويمزي في سرور وبدها صلى الله عليه. في قرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى انتقاد جواهر كنوزه صلى الله عليه.
قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال الإشارة ما من حامل حملت في ذلك العام إلا نسي أمرها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفا إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون وظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير معدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي مولاي صل وسلم Datang pujaan hati sebagai obat diri. Maulaya salli wa sallam Bidda iman abada Ala abidika khai Bihaki kulli ibin Maulaya salli wa sallam Bidda iman abada dari berseri menyambut sang Nabi dari Allah Rabbi malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang Nabi dari Allah Rabbi hancurlah berhala terpuji neraka sambutan yang esa untuk umat manusia Maulaya salli wa sallam inna iman abada ana habibika khair bil haqqi kulli hibi Maulaya salli wa sallam inna iman abada ana habibika khair bil haqqi kulli hibi lahir dalam bersujud pada Allah yang wujud
untuk Nabi Maulud dari Allah yang maujud. Kita lembar sujud, ada Allah yang wujud untuk Nabi Maulud dari Allah yang wujud. Oh, sungguh besar terasa bagi umat manusia ada Nabi yang mulia dari Allah Ta'ala. Allah yang salli wa sallim da'iman abada ala abidika fa'il hakimun li'ini. Allah yang salli wa sallim da'iman abada salam-salam padamu dari tempat yang jauh untuk cinta yang utuh semua karena rindu. Salam-salam padamu dari tempat yang jauh untuk cinta yang utuh semua karena rindu. Alhamdulillah wa kafa ala nabi Mustafa. Alhamdulillah wa kafa ala nurul Mustafa. Qawla ya salli wa sallim ya da'iman abada ala habibika fa'al lil khalqi kulli. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi. Fahina qurub awan wadihad al-habib a'lanat al-samawat wal-arduna wanfihin nabi tarhib wa amtarul judin ilayhi ala ahli al-wujud tasid wa alsinatul malaikati bitabashiri lil'alamina ta'id. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. والكثرة كشفت سكناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تعليسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الغور العين من قسم الله له من الشرف بالعصمة الوافية. صلى الله عليه. فمات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن العمود وبرز الحامد المحمود مدينا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول.
أسرارا قد تجدد فقفل حسن تفرّع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى مستمرين ليس ينفر حيث أعطينا أضاء جماع الفخر المؤابة حبنا بوجود المصطفى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يا
أبدا إلا هدى سيدي يا نبي الله اشفع لنا يا رسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين برز صلى الله عليه وسلم بطن أمه برز رافعا رفعه إلى السماء ومن بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد السيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطونا مقحولا مقطوع السرة فولت ذلك لشرفه عند الله إيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من الأجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شنفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسأل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فالله له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته ودجعته فلم أنشب أن غسيتني ظلمة ورعب وكشعريرة أي يميني صلى الله عليه. سمعت قائلا يقول أين هذا به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة وقشعريرة أن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قال سلم ينزل الحديث مني على بال حتى بدعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآية البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا.
صلى الله عليه. له الخلق سهل واللفظ المعتمي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه. وله مآشه لدى أخلاق الهيبة القوية التي تنتعد منها فرائص الأقوياء من البرية، من نسل تيمه تعطرد الطرق والمنازل، وبأنف ذكره تطيبة المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا هو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأني، وله الغلا في مجده ومكاني، أوصاف قد على مجدها أخذت على نجم سها بإلهه صلى الله عليه. وقد انفسد القلم في تدوين ما فاده علم بوقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فاسن مني أن أمسك إن ذا الأكلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيدي الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك ينصر الخصر كما ينصر القديم، فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذه القصيدة صاحب الحول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ابنه حبابه علويه بنت حسين الجفري لهر جمعه حضرموت قسم نجري 24 شوال 1259 هجري. ini beberapa nasihat Habib Ali, masyhur pengarang Simtut Durar Maulid Nabi hingga ke berbagai penjuru dunia kini, agar semua mengenal Nabi dan mencintai. Jika seseorang kitab maulidku dijadikan salah satu wiridnya, atau ia hafalkan, niscaya nampak padanya rahasia Nabi, karena tiap ku baca terhubung aku dengan Nabi. Manusia rugi kecuali mau membaca riwayat orang soleh berilmu
imannya kuat dan semakin bertambah. Mereka cermin ikutan mukmin, mukminah ya Allah, ya Rabbi, bi barakah Habib Ali. Ampuni semua dosa kesalahan kami, kuatkan iman, kabulkan segala hajat kami, husnul khatimah bersama Nabi dan awliya'i يا إمامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من داري الأوصاف المحمدية أقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في العمل المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والسنة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرة، وعلى باب إزته تحط الرحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رياض دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك أنس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإليها وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبلنا منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي درك اتبائه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمان في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وذنون جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيئة بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وتجعل ممن صالح بهذا الحبيب وازرا وينه أظهرا. اللهم بركة وشرف جهدي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد، وأتم راية الدين في القويم في جميع الأقطار مشهورا، من الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مأنا وسورا. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك غنصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بدعاتك الصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول، وإلى حضرة النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة صاحب الملسم الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي، استجب دعانا يا الله، اكفي حاجتنا وحصل المقصود، أجركم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
صلت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين. Makatan wawasan maulid sentuh turar mukiyosa kita berkahi terutama wabil khusus dumateng pribadi kita masing-masing langkung-langkung sakit berkahi dumateng keluarga kita tetangga-tetangga kita sanging kawula sarenjang ngaturaken wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المغذيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرجي قبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.